الشباط انا حضروا عليا الناس هادو حيت مسؤولين زعما علاش تقول لي المهم تعطيك ما نعطيكش قلت لي اش الملك راه جات السيد عامر غير اخته بالعماله حتى انا ما غاديش نجي للشيخ مريض عندك حق تاعك قال يا سيدي عندنا واحد الموت الشيخ ميت في جازة جيت داك هو البارح ودخلت الجماعة قال السيد رئيس الدائرة ما كاينش قلت له الغدا وجي الغدا مع العشرة جيت لقينا شي 100 واحد ديال البشر كل عطا وراقه ما بقاش الفوطو كوبي تا كارت ديالي حتى واحد الناس هي هذيك دوز هذوك الناس بقيت بوحدي في الجماعة ملي خرج رئيس الدائرة الله يكثر خيره قال لي انا بغيت نعطيوك ما نعطيوكش قلت له علاش نساعد رئيس الدائرة خديته من عندي الفوطو كوبي ديالي من 10 الصباح وانا هنايا شادة النوبة وجيني حتى الخمسة تاع العشية وستة تاع العشية تقول لي ما نعطيوكش علاش ماشي مواطنة علاش علاش ما تقوليش انا باش نسافر علاش من حقي ساعد رئيس الدائرة قلت لي ما عندوش حق قال لي بغيت ما نعطيكش ما نعطيكش قلت لي عاش الملك انا مشات السيد العامل وغادي بالصعاب وغادي بيدو قدام السيد العامل وقدام الجماعة علاش جعل عليا جعل بغا نصرف عليا الورقة ديالي علاش باش بالحقي ساعد رئيس الدائرة بالحقي ما تعطينيش لا قال لي بغيت نعطيك ما نعطيكش وانا نوض قال لي غوت عليه قلت لي علاش بالحقي جانا انا باغا نسافر باغا نساعد شيخي جانا ميت باغا نساعد هاد البغا تنقول عندي حق ناخذها قال لي بغيت نعطيهاش ما نعطيهاشكش اش من سيفا غيوريني ما يعطينيش من دول البشر قلت لي ماشي مواطنة ما عندك الناس اللي دخلوا عريانات وكلشي صوبتوني في الزربة حبستي الخدمة ورجعتي صوبتينيهم وانا حيت حقرتيني ساعة رئيس الدائرة السيد داك قال خربوا الإدارة المواطن وتساعدوا مع الناس وعطاهم رايقاتهم وانا عاش الملك بغيت يا سيدي غير الورقة ديال التنقل انا شيخي ميت باغا مشيت انا 5000 ريال باغا خاص تمشي بالقانون ملي جيت قال سيد رئيس الدائرة ما نعطيكش قلت لي علاش سيد رئيس الدائرة الناس ما كانوش من الصباح وعطيتيهم دخلوا من صحابك ولا شي في الاطوات ديالك وعطيتيهم وانا قلت لي سيد رئيس الدائرة ما تقرا لي الورقة ديال التنقل وسيدنا قال لك عطوا الناس المساكين اللي بغاو عطوا المواطن خربوا لهم الادارات